صباح الخير مشاهدينا، فقرة جديدة من أوروسكوب بقدم لكم إياها على أمل إنها تكون حلوة معك للأخبار الحلوة والإيجابية لنهاركم. شو نصايح عالم الفلك لنا اليوم؟ رح نكتشف سوا، والبداية مثل كل يوم رح بتكون مع برج الحمل. مهنيا عندك رغبة اليوم إنك تقوم بتجارب جديدة، بتجدد حالك لحالك اليوم وبتجرب إنك تفوت بمشروع جديد رح يتكلل بالنجاح. أما عاطفيا ما تظلم الحبيب وتصدق كل شيء بتسمعه، عطيه مجال تيدافع عن حاله لأنه أوقات أنت كمان بحق لك إنك تكون غلطان. الثور مهنيا ما تفرض رأيك بالقوة، حافظ على هدوءك وما تتأثر بالاستفزازات يلي ممكن تتعرض لها، خليك مركز على شغلك أكثر. أما عاطفيا بتكون على موعد مع الحب من خلال رفيق مشترك، كون على طبيعتك وما تقارن أي علاقة سابقة بالعلاقة الحالية. برج الجوزاء أيها الجوزاء، مهنياً بتعيش يوم رائع وبتتمتع بنجومية وبحظوظ كبيرة بيخلوك محور أحاديث كل الزملاء والمحيطين فيك. أما بالحب أيها الجوزاء، بيحاول الحبيب يحاوطك بجميع المناسبات كدليل حبه لإلك، حاول فسر له أنه هيدي الطريقة بتزعجك فأنت بتحب الاستقلالية بالعلاقة. برج السرطان مهنياً أفكارك المميزة بتعطيك القوة بمواجهة الزملاء، المهم أنك تكون سلس وواقع بالمناقشات. عاطفياً بتكون حياتك مع الشريك مستقرة وهادية، فحاول قد ما فيك أنك تحافظ عليها وبعد عن المشاكل. عزيزي الأسد مهنياً يوم كله تحديات وعرائيل بتعترض أحد مشاريعك، حاول أنك تستعين بأحد الزملاء ممكن يكون عنده طريقة لمساعدتك. أما عاطفياً بفرض عليك واقعك العاطفي بعض التنازلات، فمنه غلط أنك تقدم التضحيات ضمن حدود معينة لنجاح العلاقة. أما برج العذراء مهنياً استفيد من الفرص والأوضاع والظروف يلي عم تكون جداً لصالحك، وخاصة هيدي الفترة، واثبت للمحيطين فيك إنك قد الثقة يلي انعطت لك. أما عاطفياً تبادل الخبرات بينك وبين الشريك، بقوي العلاقة بيناتكم النقاش وخاصة بالفترة الجاية. برج الميزان مهنياً ما تتورط بقضية معقدة، راجع مستنداتك وانطر بعض ردات الفعل المتعلقة بقضية مالية. أما عاطفياً ما عم تقدر تفصل بين الناحية المهنية بحياتك والناحية العاطفية، وهذا الشيء عم بيخليك قد ما فيك تجرب تبعد عن الشريك تما توجع راسك وتفوتوا بمشاكل. عزيزي العقرب مهنياً انتبه لبعض التفاصيل وما تهملها، فممكن هي تكون المفتاح والسبب لتقدمك. أما بالحب أيها العقرب، بتوفر لك الأجواء الحلوة اللي عم بتعيشها مع الشريك طاقة جداً كبيرة، بتساهم بحل بعض المشاكل الاجتماعية. منوصل لبرج القوس مهنياً تناغم المهنية اللي عم تتميز فيه مجموعتك بخليكم من بين الأوائل بالمنافسة، فهيدا الشيء ممكن يساهم بترقيتك وبالتالي بتحسين وضعك المادي. أما عاطفياً الشريك بحاجة لدعمك ووقفتك حده بهيدي الفترة، وخاصة إذا عم ببلش شغل جديد. منكمل مع الجدي مهنياً ما تكون متطلب كتير، وحاول تنظم وقتك لتقدر تسلم مشاريعك على الوقت، فهيدا المجال انت يلي نقيته. أما عاطفياً علاقة صداقة قديمة بتتحول لعلاقة حب وبتتكلل بالارتباط الرسمي بالمستقبل القريب. منوصل للدلو مهنياً الروتين يلي عم بيسيطر على الأجواء بالشغل عم بيخليك تفكر جدياً بتغيير، وفكر منيح ولاقي البديل المناسب قبل ما تقوم بأي خطوة تما تندم بالمستقبل. أما عاطفياً أنت محتار كيف تتصرف مع الحبيب، وخاصة أنك ما عم تعرف سبب تقلب مزاجه. منوصل لبرج الحوت مهنياً ما تخالف الإرشادات وما تأجل شغلك، فأنت معرض للمحاسبة من المسؤولين عنك. أما عاطفياً الاهتمام يلي بقدم لك يا الشريك بيساعدك كتير بكل مجالات شغلك وحياتك بشكل عام. صفات مولود برج اليوم
مولود اليوم إنسان جدا متقلب المزاج وعصبي، لكن بنفس الوقت حنون وعاطفي. بحب السفر والطبيعة وبقضي وقته عم يعزف أو يسمع موسيقى. عنده إرادة قوية وواسعة زايدة بنفسه. بحب الألوان يلي بتلفت النظر مثل الأبيض والفضة. أصدقائي، هذه كانت كل معلوماتنا لليوم بفكرة أوروسكوب. أنا حابب أذكركم بالإيميل يلي فيكم تتواصلوا فيه معي وتسألوني أي شيء بخص عالم الفلك أو برجكم horoscopeilian@hotmail.com، وأنا أكيد رح أجاوبكم على كل الأسئلة بالفقرات الجاية. أما هلا بدي أترككم مع باقي فقرات MTV Live لليوم، وأنا بلاقيكم بكرة بمعلومات جديدة من عالم الفلك. إلى اللقاء.